بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في استقرار في الأحوال الجوية، الطقس هيكون دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، بس بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذة غالة، صباح الخير على كل السادة المشاهدين، اهلا بك. اهلا بحضرتك. يمكن احنا بنشهد حالة من الاستقرار الجوي، يمكن يعني درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 21 تقريبا. هل في اي ظواهر جوية غريبة زي نشاط للرياح او امطار او ما الى ذلك، والاستقرار الجوي ده هيكمل معانا لامتى؟ خلينا الاول نطمن كل السادة المشاهدين، بالفعل الاحوال الجوية مستقرة بشكل كبير الحمد لله، الظواهر الجويه لسه موجوده معانا غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، هيكون في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، ويمكن ده اللي بيساعد على الاستقرار وبيساعد كمان ان احنا نحس بالدفء لان احنا في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيأثر علينا، ده اللي بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس. كمان مصادر الكتل الهوائيه معظمها كتل هوائيه صحراويه، فده اللي بيؤدي نفسيا درجات الحراره مرتفعة أعلى من المعدلات الطبيعية، في هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لثلاث درجات، اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن هي تسجل 22 درجة مئوية، طقس دافي بشكل كبير خلال فترة النهار في معظم المحافظات خاصة الموجودة في الوجه البحري، القاهرة الكبرى، جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد، جنوب سيناء، طقس مائل للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ده بيكون فترات النهار طبعا مخصصة مع وجود أشعة الشمس. لكن فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، الانخفاض ده بيكون ملحوظ أكثر في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، هتظل الأجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، لأن الصغرى فترة الليل على القاهرة الكبرى بتكون ما بين 12 إلى 13 درجة مئوية، المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي هي المياه الصحراوية بشكل كبير كمان بتحس بقيم درجات حرارة أقل من ال 12 درجة مئوية. فرق درجات الحراره بين النهار والليل بيتجاوز احيانا في بعض المناطق ال 10 درجات، في بعض المناطق الاخرى ال 15 درجه مئويه، وطبعا استقرار الاحوال الجويه، الظاهره الجويه المؤثره معانا هي الشبوره المائيه، شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، ويمكن هي اليوم كانت شبوره مائيه خفيفه ما اثرتش تماما على حركه المرور، وسرعان ان شاء الله ما هتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، هي تقريبا مع الساعه 8 9 صباحا الشبوره المائيه بتتلاشى تماما، الرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق، الايام اللي جايه متوقع استمرار التحسن والاستقرار في الاحوال الجويه، ويمكن كمان متوقع مع بدايه الاسبوع اللي جاي مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره او ارتفاع اخر في قيم درجات الحراره عشان توصل العظمى على القاهره الكبرى 23 درجه مئويه، ويمكن كمان مع يوم الاثنين توصل ل 25 درجه مئويه، فلازم بنأكد على كل السادة المواطنين عدم الانخداع بأشعة الشمس، عدم تخفيف الملابس، استمرار ارتداء الملابس الشتوية وتكون شتوية ثقيلة كمان فترات الليل المتأخرة أو فترات الصباح الباكر، وهم كمان القيادة تكون رفيقية في فترة الصباح الباكر مع وجود الشبورة المائية، ونشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات، ومهم جدا نتبع مستمر النشرات الجوية لأن احنا ما زلنا في فترة الشتاء اللي وارد جدا تقلبات جوية في أي وقت. صحيح. طيب يعني هل في اي امطار متوقعه النهارده يا دكتوره منار؟ فرص الامطار يعني حاجات تكون مش موجوده في اي منطقه من مناطق الجمهوريه الحمد لله، بتلاشى تماما من على كافه المحافظات، مفيش اي صخب مؤثره، يعني ممكن تكون متوقعه مع بكره او بعض فرص امطار خفيفه في بعض المناطق من الصحراء الغربيه او بعض مناطق من اقصى ارض البلاد، لكن في مجمل الامطار اللي ممكن تبقى موجوده معانا غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، زي ما قلت لحضرتك فرص الامطار اليوم يعني ما فيش اي فرص لسقوط الامطار، حتى كمان سرعات رياح معتدله بشكل كبير، يعني سرعات رياح ما فيهاش اي نشاط، ده بدوره كمان بيأثر على حركه الاملاح البحريه، ان حركه الاملاح البحريه معتدله على البحرين والبحرين مؤهلين لتفريغ اعمال الصيد الملاحه. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة وفي المحافظات. في القاهرة العظمى 22 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 22-12، الأسكندرية 20-12 والعلمين الجديدة 20-11، مطروح 18-10 ودمياط 20-12، بورسعيد 20-13 والإسماعيلية 21-11.
في السويس العظمى 22 والصغرى 12 في العريش 19-11 كاترين 15-4 وطابع 20-11 حلايب 20-15 وشلاتين 24-13 شرم الشيخ 25-16 والغردقة 24-14 الفيوم 23-10 وبني سويف العظمى فيها 23 والصغرى 10 أيضا الوادي الجديد 24-8 وأسيوط 21-8 سوهاج 22-9 وإينا 24-11 الأقصر 26-11 أسوان 27-12 كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة أخرى ليكوا جمانة ومصطفى ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك يا هاشم. شكرا.